نستقبل شهر رمضان الكريم، ينعاد عليك يا رب. إن شاء الله وعليكم وعلى الجميع يا رب. والله بالبهجة إن شاء الله والفرج يا رب للجميع. هذه الروح تعيد رمضان موجودة يعني عند الكل، بيضل الواحد بده يحضر، بده روحانيا بده يحضر وماديا بده يحضر. استعداد يعني استعداد لشهر رمضان، كله عم يستنى رمضان يتفائل فيه خير الحمد لله. وأجواء رمضان عنا هون جو الميدان له ترتيب خاص يعني، والتجهيزات له غير أيام العادية. والله ساعة تمام يعني الحمد لله، يعني ما في مثلا واحد بجهز حاله نفسيا يعني قبل كم يوم بهيئ غراب بيته مثلا. والله يعني بنحضر له نحن قبل بشهر تقريبا، بيصير في جمعات للعائلة للناس. تمام، حلوة الأجواء رمضانية بجمعة العائلة على السفرة، كل بيكون قاعد على الفطور، كله مستعد لهاللحظة هاي وقت يقدن يعني. والله يديم الخير على بلدنا ويحميها يا رب. ايه شو ناقصنا بالبيت من حاجيات الأكل الشرب، هذا كله بيتأمل قبل أكيد، بس هلا بالنسبة إلي يعني هلا أهم شيء نكون نسامح بعض، هي أهم استعداد أول وحدة، بحضر الواحد شوية أغراض للبيت. والله مثل كأنه عم نستعد للعيد يعني، ما في أحلى منه هالشهر، إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم. يعني بنستقبله إن شاء الله بالخير والمحبة، بنستقبله بالمحبة والخير والسعادة، والعالم يعني الحمد لله رمضان يعني مستنينه للأيام هي الفضيلة الحلوة بالأسواق والصلاة والعبادة.